الاسبوع قدموا في التقرير النهائي لشبكه المراقبون اللي يخص يوم الاقتراع داخل التراب التونسي. ان شاء الله نمدكم بالتفاصيل على يوم ايام الاقتراع بالخارج في مرحله لاحقه. بالنسبه ليوم الاقتراع داخل التراب التونسي كنا اكدنا سلامه عمليه الاجراءات، سلامه احترام الاجراءات داخل التراب التونسي في كامل في كافه مكاتب الاقتراع بصفه عامه. نسبه التجاوزات كانت بسيطه برشا، في اغلبيتها الساحقه تجاوزات بسيطه وكانت محدوده في العدد ومحدوده في المكان. احترام الاجراءات نتاع سير عمليه الاقتراع فات 97% بصفه كليه، 2% بنسبه بسيطه، يعني اختلالات بنسبه بسيطه. و احترام الاجراءات وهذا المكتوب في سير عمليه الفرز داخل مكاتب الاقتراع كان بصفه كليه في اكثر من 99% من المكاتب. تواجد ممثلين المترشحين كان متفاوت، 56% من المكاتب كان موجود فيهم سي قيس سعيد او ممثل على سي قيس سعيد، 42% من المكاتب كان موجود فيه ممثل على السيد نبيل القروي، وقرابه 27% من المكاتب لم يكن موجود فيهم اي ممثل من المترشحين. والغياب هذا هو اللافت للنظر، نجمو نحلوه ونجمو نفهمو اسبابه، ولكن المجتمع المدني كان حاضر حتى في المكاتب ما كانش فيها حتى ممثل مترشحين، كان حاضر المجتمع المدني وتابع عمليه الفرز. نذكر المجتمع المدني التونسي ما عندناش ارقام الاتحاد الشغل، ولكن هو فات العدد نتاعو 6600 ملاحظ وملاحظه. عن جمعية أنا يقظ وإئتلاف شركاء من أجل لجنة الانتخابات، من أهم رصد الملاحظين الإئتلاف 260 حالة حرجة أو ما يمكن تصنيفه بخروقات حرجة. من أهم الخروقات هذه هي خرق الصمت الانتخابي ومواصلة الدعاية الانتخابية في جملة من المراكز التي رصدها الإئتلاف. كذلك رصد الإئتلاف حالات أو شبهات شراء أصوات، كانت 27 حالة موزعة على جملة من المكاتب التي تم رصدها. أيضا رصدنا حالات تأثير على الناخب من خلال توزيع مطويات أو توزيع منشورات يوم الاقتراع وهو ما يخالف القانون الانتخابي. ورصدنا كذلك حالات من العنف الانتخابي داخل أو في محيط مراكز الاقتراع. هذه كان هناك ايضا حالات فتح متاخر لمراكز الاقتراع، كنقولوا فتح متاخر معناها فتح بعد 20 دقيقه من الوقت المحدد. هذه جمله من الخروقات او الحالات الحرجه اللي رصدها ملاحظو الائتلاف. ما كانش عندنا امونك دوبسيرفاتور، قمنا بتوزيع اكثر من 1000 بنشر اكثر من 1300 ملاحظ. الملاحظ هذوما كانوا حسب المنهجية موزعين حسب ملاحظين ثابتين أي يكونوا موجودين في مراكز الاقتراع، وملاحظين جوالين يكونوا خارج مراكز الاقتراع باش يقوموا بعملية الملاحظة. حسب ما سمعت العدد الجملي للملاحظين اللي نشرتها السوسيتي سيفيل كان اكثر من 6000 ملاحظ. دونك من نتصور انه ما كانش فما نقص في الملاحظين، نتصور بل منهجيه توزيع الملاحظين هي اللي اختلفت المره هذه عن المره اللي فاتت. كيفاش اختلفت سماحه؟ هو قلت لك في العاده المجمل الملاحظين يكونوا ملاحظين ثابتين، اي يكونوا في داخل المراكز الاقتراع. المرة هذه